بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم متابعين قناة عرب جينو لينكس، معكم عبد المجيب، واليوم إن شاء الله راح أتكلم عن برنامج خاص بالأرتش لينكس، طبعا استمرارا للدورة أرتش لينكس. البرنامج اسمه باكمان اكس جي 4. الفائدة من البرنامج هذا أنه واجهة رسومية للباكمان واليورت بنفس الوقت، مما يعني أنه راح يغنيك عن الباكمان وسطر الأوامر لتحميل البرامج وإدارة البرامج بشكل عام. البرنامج كبير، يعني مو مسألة أنه بس برامج فقط. خلونا ندخل على البرنامج ونشوف، وشكرا للأستاذ شادي على العملية اللي سواه لي هذه. والله رجعت لكم. طيب ايش رايكم، ايش رايكم بالحركه اول شيء؟ لا صحيح، ايش رايكم؟ بالنسبه للي بدأ راح استخف دم وقال فجر بك انت كاس الشاهي، جبت كاس حديد، يلا فجر. البرنامج وين موجود؟ طبعا قلت لكم البرنامج هذا عباره عن اداره للباكمان لكن بواجهه رسوميه. وين موجود البرنامج؟ تقدرون تحملون من اليورت بالشكل هذا، يورت باكمان اكس دي 4، انتر. زي ما انتم شايفين، طبعا اتكلمت هنا عن اليورت بالدروس الماضيه، اللي ما نزل يورت يرجع طبعا، او تنزله من اي يو ار مباشره يرجع يشوف الدروس الارتش الخاصه باليورت. اوكي، بعد تثبيت البرنامج راح تلقاه مع البرامج طبعا باكمان، هذا هو اكس جي 4. راح يسالك عن التصريح حقه الروت، تحط باسورد الروت تدخل. هذا هو بالبدايه. طبعا عندك منيو باليسار بالمنطقه هذه، المنيو عباره عن وصول سريع بعض الاشياء، في سيتنجز وفي الباكج مانجمنت. خلينا ندخل الباكج مانجمنت مثلا. راح يجيك هنا تلاحظ انه في امكانيه للبحث عن الحزم، ما يعني انه تقدر تبحث بواجهه رسوميه الان عن الحزم من هنا. طبعا المميز للبرنامج انه مختص بالارتش، ما يعني انه فيه حركات مميزه خاصه بالارتش. خلينا نبحث عن برنامج جيمب. زي ما انتم شايفين طلع جيمب، طلعت اصدارات الترجمه والى اخره. طريقة التثبيت طبعا بسيطة جدا، تضغط بالزر الايمن انستول ابديت باكجز، او انك تضغط بالزر الايمن اذا كانت محملة. تقدر تسوي ريموف عن طريق ريموف، تقدر تسوي كانسل اوبريشن اذا كنت حاط عليه شيء، او انستول ابديت اذا كان في ابديت. ممكن انك اذا حطيت عليه انستول زي ما شايف كنت تشيله بالزر الايمن، كانسل اوبريشن راحت. اوكي، هذا بالنسبة لتثبيت البرامج بسيط جدا. في عندكم بالمنطقة هذه المجموعات، مجموعات البرامج. زي ما انتم شايفين فيه اكثر من مجموعة للبرامج. لنفترض انك حاب تبحث ببرامج واجهة KDE فقط مثلا، راح تحصل KDE زي ما انتم شايفين. KDE هذا KDE، لو ضغطنا على KDE فقط راح يطلع لك جميع برامج الخاصة بالKDE. حلو. طبعا في باي ريبوزيتوري اللي هو خاص بالمخزن او المكان اللي حاب تحدث من هو البرنامج، ممكن تبحث بالاكسترا فقط. ايضا في باي كاتيجوري اللي هو القسم، ففي العاب برامج، في خطوط، في مدري ايش، ممكن تحط العاب مثلا. فبالشكل هذا راح يعطيك مثلا لما تبحث عن لعبه معينه راح يعرض لك الالعاب والشغله هذه الى اخره. في عندك باي جروب ايضا نفس الكلام، طبعا هذا كنت اتكلم عن الاي يو ار، الان عن الحزم المحمله. زي ما شايف نفس الكلام هنا ما في جديد. لو رحنا للمنطقه هذه، ايوه هنا سينكرونايز ميرور، لو ضغطت عليه هنا ايش راح يسوي؟ هنا راح يسوي سينكرونايز، يعني انه راح يحدث المخازن فقط. ابديت سيستم راح يسوي ابديت للنظام، داونلود انستول ريداونلود، هذا الحزم المثبته ممكن يسوي له تحميل من جديد مجرد تحقق. ري انستول اول باكجز، احيانا يكون عندك مشكله معينه ممكن تحلها بالطريقه هذه، انك تحمل كل شيء من جديد. الاي يو ار، في برامج انتم عارفين ممكن تحدث برامج الاي يو ار اليورت من هنا بضغطه واحده، لو ضغطت هنا راح تحمل. الانستول فايل عباره عن لو ضغطت هنا راح يعطيك حدد مكان البرنامج اللي حاب انك تنزله وراح ينزل لك اياه، طبعا البرنامج خاص بالارتش لينكس. هذا فايند ثري فاستست ميرورز، هذه واحده من اهم الخصائص الموجوده بالبرنامج، انه يبحث لك عن ثلاث زي ما تقول سيرفرات سريعه، اسرع ثلاثه. لو ضغطت بالشكل هذا زي ما شايف راح يطلب منك الباسورد، وبعدين راح يبحث عن ثلاث سيرفرات وراح يجيبهم لك اللي هم الاسرع.
save list of packages طبعا هذه مجرد حفظ لقائمة البرامج. restore system from the file إذا كان عندك package أو backup معين ممكن تسوي له restore. removing orphans هذا أيضا مهم جدا لو ضغطنا عليه. الأورفنز عبارة عن باكيجز أو حزم ما لها يعني خلاص ما لها أهمية بالنظام. الأورفن معناته أورفن معناته يتيم، فالأورفنز باكيجز اللي هي الحزم اليتيمة، مما يعني أنه أشياء ما لها قيمة بالنظام. واحدة من الأشياء أو أغلب الأشياء اللي ما لها قيمة حاليا عندي هذه، فممكن أن نحذف. do you want to remove these packages؟ لو قلت yes راح يحذفهم. اوكي دان، اذا طلع لك كلمه دان اضغط على كلوز. في عندك اللي هو ليست اون فايلد ما له قيمه. في عندك اللي هو كاش مانجمنت اللي هو اداره الكاش، فطبعا زي ما انتم عارفين الكاش تكلمنا عنه قبل كثير اللي هو المكان اللي احتفظ به بالبرامج. طبعا زي ما انتم شايفين الجهاز عندي بدا يخربط لانه يسوي استعلام ضخم على الكاش اللي عندي. تمام، ممكن انك تسوي ابديت، ممكن تسحب عليه زي مثل هذا اللي بسويه انا. تمام، ايضا في عندنا خاصيه وين رحنا. اوكي، في عندك فولي كلين باكج كاش، اذا كنت متاكد انك تبي تحذف جميع طبعا الكاش ما راح ياثر على النظام بالمناسبه، مجرد تخفيف للحزم، لانه زي ما انتم شايفين عندي الفار مثلا، الفار حاطه انا 25 جيجا تقريبا، مستخدم حوالي نقدر نقول فوق ال 7 جيجا او 8 جيجا هذا كاش كله. فممكن انك تسوي كاش مانجمنت او بلا صح فولي كلين وراح يمسح كل الكاش. في عندك كلين باكج كاش، طبعا هذا كامل لكن هذه مع تخصيص معين. تمام، لو ضغطنا على هنا تلاحظ انه راح يقوم بالبلاويه اللي كان بيسويها. اوكي، ري باكمان هذا ما ادري ايش قصه اهله. تمام، بس انه اوكي نكمل. في عندك طبعا احنا وصلنا للمنطقه هذه، خلينا نوصل هنا. هنا راح اعطيك اللوج، اللوج اللي خاص بالاخر اشياء اللي مسجله عن الباكمان. طبعا لو نزلنا اخر شيء تحت ليش ما اقدر امسكه، ايوه راح يوريك اخر شيء سويناه واللي هو احنا حذفنا قبل شوي الاورفنز، طلع لك انه حذفنا ذولي. في السيشن لوج اللي هو عباره عن الجلسه الخاصة بالبرنامج، وفي الايرورز، وفي ايرورز راح يقول لك انه الباكج فايل تشيك ايرور، راح يقول لك الري باكمان برضه تشيك، طبعا هذا خاص بالبرنامج. الان لو ضغطنا على المنطقة هذه في الانترفيس تقدر تعدل بعض الخصائص الخاصة بالواجهة، في اوبشنز، في يوتيلز، في الباكمان دوت كوم، فهذا ممكن تعدل على خصائص الباكمان. ميرور ليست اللي الخاصة بالبرامج زي ما انتم شايفين، الميرور اللي هي المصدر للبرامج. اليورت الخاص باليورت طبعا هذا الار سي. هوت كيز عبارة عن اختصارات. هنا مجرد كلام عن البرنامج، و ضغطنا على المنيو مره ثانيه ورحنا للقائمه هذه، ضغطنا على السيتنجز نفس الشيء راح ينقلنا على القائمه حقت البرنامج. بالنهايه احب اقول لكم البرنامج فعلا فعلا يستحق التجربه، مريح جدا خاصه للناس اللي ما تعودت على الطرافيه للان، او بلا صح الناس اللي تحب الرسومات. تمام، الى هنا انتهى درس اليوم، اتمنى انكم استفدتوا. اللي يعجبه الفيديو يسوي لايك وينشره ويسوي هذيك سبسكرايب تحت لايك، ونشوفكم ان شاء الله بدرس جاي. عذرا على الانقطاع، عندي برمجه مواقع اليومين هذه ومشغول جدا جدا، لكن راح احاول قدر الامكان الاسبوع هذا انزل درسين ثلاثه جديده. مع السلامه.